هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى القبر أو تتجه إلى القبر وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يجوز لها ذلك. صلي في مسجد الرسول. الصلاة في مسجد الرسول ما هي بخاصة بالروضة. الآن دلوا يطنطنون بالروضة فقط ونسي المسجد النبوي، هذا لا يجوز. المسجد النبوي كله يصلى فيه. يقول عمر: هو مسجد رسول الله ولو مد إلى الجابية، يعني الشام، كله مسجد الرسول. صلي مسجد الرسول. نعم.